معنا مشاهدينا الكرام من طرابلس سيد علي شندب الكاتب والصحفي اللبناني للحديث عن استمرار التحشيد على الحدود اللبنانية السورية والأراضي المحتلة، وأيضا الحديث عن دور حزب الله في استمرار التوتر في المنطقة وممارسته التضليل الإعلامي. نرحب بك أستاذ علي معنا، ونسأل كيف تقرأ استمرار تحشيد قوات الاحتلال على الحدود مع لبنان وسوريا؟ هل تعتقد فعليا أن يستطيع حزب الله الصمود بعد حالة الإجهاد التي وصل إليها في سوريا من جراء دعمه نظام الأسد؟ مساء الخير لكم ولمشاهدي قناة الرافدين العراقية. قبل الإجابة على هذا السؤال لابد من الإشارة إلى عواجل في هذه اللحظات. نتحدث عن أن المضادات السورية تتصدى لطيارات في غرب ريف دمشق، ما يعني بأن هناك عدوان الآن يحصل على سوريا، ويرجح أن يكون هذا يستهدف الميليشيات الموالية لإيران في سوريا. عمليا التحشيدات التي حصلت وتحصل خلال هذه الفترة والتوترات تأتي بتقديرنا وفق سياسة التخادم، إذا صح التعبير، بين إيران والعدو الإسرائيلي. هو تخادم لقاء مصلحة الطرفين. يعني إذا نظرنا إلى الكيان الصهيوني نجد أن نتنياهو محاصر بالمظاهرات الداخلية، وهو يحتاج إلى حرب تحريكية من شأنها شد العصب حوله. وأيضا في بالنسبة لإيران، التي لطالما سمعنا الكثير عن صواريخها الصوتية وعن قدرتها على تدمير إسرائيل خلال 7.5 دقائق، وهذه المعزوفة لم يبقى مسؤول إيراني واحد لم يرددها. حتى قام منذ حوالي شهرين حسين سلامي قائد الحرس الثوري ببلع هذه المعزوفة وسحبها من التداول تحت شعار أن الظروف غير مآتية لتدمير إسرائيل. وبالتالي هذه التوترات التي تحصل، يعني نحن تذكرنا تاريخيا بعملية التوازن الاستراتيجي. عمليا انتهت سوريا إلى حرب نعرفها جميعا، سلمها الله وسلم الشعب السوري ووحدة سوريا وتراب سوريا العربية، ولكن لم يحصل التوازن الاستراتيجي. بل الآخر على المستوى الإيراني يبدو أن نفس معزوفة التوازن الاستراتيجي تتحدث عن تدمير إسرائيل بصواريخ. وبالنسبة للبنان، تدمير. نعم، بالنسبة للبنان، كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تسمح بجريها لمواجهة لا قبل لها يعني ولا مصلحة لها فيها؟ يعني بمعنى آخر، حزب الله يورط لبنان ويفرض عليه سياساته. يعني يبدو أن هناك نوع من القراءات الخاطئة للواقع اللبناني، لواقع حزب الله في لبنان. قديما منذ سنوات خلت كانوا يقولون بأن هناك دويلة حزب الله داخل الدولة اللبنانية. اليوم الأمر تطور بشكل خطير جدا، وباتت دولة لبنان ضمن دويلة حزب الله، يعني إلى هذا المستوى. وبالتالي هذا حزب استطاع أن يصنع رئيسا للجمهورية، وكذلك البرلمان، وكتلة برلمانية ضخمة تحدث عنها قاسم سليماني قبل مقتله بأن لديهم 74 نائب. أيضا رئيس الحكومة يصنعه حزب الله، وأيضا الحكومة يصنعها حزب الله. وبالتالي حزب الله هو من يمسك بمفاصل الدولة اللبنانية كاملة. وبالتالي الكلام عن سلطة لبنانية بمعزل عن حزب الله، هذا كلام يعني لناس يفتقدون إلى الكثير من الفقر السياسي مع الأسف الشديد. هناك يقول بأن حزب الله متغول في الدولة ويسيطر على مفاصل الدولة ويدير الدولة بطريقة تناسب مصلحة إيران العليا، لكن هذه الإدارة للدولة يبدو أنها مرشحة لأن تنهار على مع الأسف، يعني تنهار على اللبنانيين بفعل سياسات حزب الله. إذن أستاذ علي، أنت تعتقد فعليا أن تتجه الأمور المواجهة بين تل أبيب وميليشيا حزب الله؟ ما الذي يمنع مثلا حزب الله من بدء أعمال التحرير والممانعة كما يدعي، أم أن
الطرفين كما تفضلتم في بداية اللقاء متفقان على إبقاء هذه المناوشات يعني من بعيد استمرارا لصراع المصالح بين إيران وأمريكا والكيان الصهيوني طبعا. بدون شك نحن نقولها بأسلوب واضح، نحن بتنا على قناعة في لبنان بأن هناك تخادما حقيقيا بين الكيان الصهيوني وإيران، وعندما نقول إيران نقول بأن هذا الأمر ينسحب على أزرعتها في كل مكان، ومع الأسف الشديد بات ينسحب على حزب الله. حزب الله ذاق طعم السلطة وطريقة إدارة السلطة، وتحول بعد عام 2006 والحرب عدوان تموز 2006 التي نحن الآن في ذكرها السنوية، تحول إلى أهم حارس للكيان الإسرائيلي. مع الأسف الشديد إن أهدأ جبهة تقريبا وهي وجبهة لبنان لم تعرف الهدوء إلا بعد عام 2006. قبل عام 2006 كانت هناك الكثير من العمليات ضد الكيان الإسرائيلي، علما أن هناك ما زال قرى لبنانية محتلة ينبغي انطلاق المقاومة لتحريرها، لكن هذا ما لم يقم به حزب الله، وبالتالي باتت المقاومة ورقة كما قضية فلسطين ورقة من أجل الاستثمار في الشعوب العربية. لكن الشعوب العربية يبدو أنها تنبهت لسياسات إيران وضهاقنة طهران. سيد علي أخيرا وباختصار لو سمحت، داخليا ما مصير حكومة حسن دياب بعد استقالة وزير خارجيته وفقدان الانسجام بين الحكومة؟ يعني هل يمكن أن نشهد استقالة مفاجئة لدياب أيضا بعد إخفاقه في أداء مهمته؟ الحقيقة يبدو أن وزير خارجية لبنان دفع إلى الاستقالة، هو شخصية دبلوماسية رفيعة وعميقة وضليع، وله رغم أنه محسوب على تيار رئيس الجمهورية وأتى بدعم من حزب الله، لكن أداءه الدبلوماسي والسياسي تميز عن أداء جبران باسيل الذي كان مغطيا لسياسات خارج الإجماع العربي وخارج التوافق اللبناني. اليوم في لبنان هناك من يرى بأن استقالة وزير الخارجية اللبناني تأتي في سياق الهبة الساخنة التي بدأ لبنان يعيشها، وهي مفاعيل وتداعيات المحكمة الدولية الخاصة باغتيار رفيق الحريري التي ستلفظ حكمها يوم 7 آب. وكما كان اغتيال الحريري في 14 شباط 2005 سببا رئيسا في خروج سوريا من لبنان، ثمت الكثير من المؤشرات بأن الحكم بقضية رفيق الحريري الوشيك صدور تداعيات هذا الحكم ستكون سبب مباشر في خروج إيران الفيصل من لبنان. شكرا جزيلا لك إذن من طرابلس، سيد علي شندب الكاتب والصحفي اللبناني كان معنا عبر سكايب.